السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم كوتش عمر هنا. عايزين نتكلم عن توبيك حلو، وتوبيك يعني مش ناس كتير بتركز عليه، مع ان انا شايف ان هو مهم. التوبيك ده هو النيوتريشن بيراميد او الهرم الغذائي. دي حته انا نوعا ما واخدها من ايريك هيلمز بره، يعني عامل كتاب اصلا عن الموضوع ده كله. فهو بيتكلم على فكره ايه؟ فكره ان الناس بتركز على حاجات مش مهمه، مثلا هتجيب 10% نتائج او 10% ريزلتس، مع ان الحاجات الاهم ال 90% مش فاهمينها او مش مركزين عليها، وما عندهمش نوليدج او انفورميشن كويس عليها، اللي هو ما عندهمش مثلا معلومات كويسه بيها، سواء من ناحيه ان هم يحسبوها زي مثلا الكالوريز، زي الماكروز، زي المايكروز، زي كل الكلام ده كله، هم ما عندهمش اي خلفيه بيها. ويجوا يركزوا في الحاجات اللي هي التافهه، زي مثلا التوقيت، اكل الصبح ولا بالليل، او افطر ولا ما افطرش، والكلام ده كله. مع ان الكلام ده كله في الجراند سكيم او في يعني في الصوره الكبيره ما بيفرقش خالص اصلا. فهنتكلم عن توبيك في البيراميد ده، وايه الاولويه. مثلا احنا 80% اصلا من النتائج كلها جايه من الركنين دول اللي هم الماكروز. هنتكلم بالاولويه. طبعا الاولويه الانرجي بالانس او توازن الطاقه، الكالوريز، السعرات بتاعتك اللي انت لازم تحسبها. لازم تحسب مثلا السعرات اللي داخله، كالوريز ان كالوريز اوت، من الاخر على حسب بقى هدفك. بس معظم الناس يعني لما تيجي اصلا تركز في النيوتريشن بتبقى هدفها فات لوس اكتر، بيبقاش هدفها موصل جين. فالفات لوس طبعا لازم تبقى الكالوريز اوت اكتر من الكالوريز ان. فاحنا في حاله النيوتريشن طبعا هنتكلم عن الحته دي في الانرجي بالانس، ازاي ان انت تقلل الانرجي، ودي اهم حاجه اصلا، انت تقلل الطاقه اللي داخله لك. ركزت على دي كده انت 50% او 70% من الموضوع في ايدك. هنتكلم في ثاني حاجه في البيراميد اللي هي الماكروز او الماكرو نيوترينتس او المغذيات الكبرى زي ما بيسموها، اللي هي الكارب، بروتين، فات. ليه دي مهمه؟ مهمه عشان هتحدد اصلا انت في الاخر ايه الشكل اللي هتند اب بيه، وساعتها هتبقى عامله ازاي. يعني انت لو كان الكارب والفات هو العالي والبروتين قليل، حتى لو انت بتعمل كالوري ديفيسيت، يعني حتى لو انت حقق الشرط اللي تحت، الشرط اللي فوق ده لازم يتعمل عشان في الاخر تعمل بودي ريكومبوزيشن او شكل جسمك يتحسن كمصل وكفات، وان انت تكون حسنت الريشيو يعني اللي هي مناسبه للمصل للفات. نتكلم بقى على التوبيك الثالث اللي هو الناس يعني بتكبره جامد جدا، هو مهم بس مش باهميه الاثنين دول، اللي هو المايكروز والالياف. اللي هو ليه مثلا الناس تحب تاكل الخضار وفاكهه والحاجات اللي فيها فيتامينز ومينرالز والكلام ده كله، مع ان الكلام ده مهم جدا، بس مش هو اللي هيوصلك لهدفك على زي ما انت فاكر. هو مهم للصحه العامه، ودي يعني هتخليك ان انت تبقى مبسوط او تبقى يعني منتالي احسن، هتبقى قادر عندك طاقه، الكلام ده كله، بس مش هي دي برضه اللي هتوصلك لهدفك. يعني دي ممكن اديها 20% او 10%. نتكلم بقى برضه على حاجه فوق البيراميد الثاني اللي هي التايمنج. ودي ناس كتير جدا يقعدوا يقول لك ان انت لازم قبل التمرين تاكل، وبعد التمرين مش عارف تاكل، ولازم لما تصحى الصبح برضه تاكل، ولازم قبل ما تنام ما تاكلش، وكل الكلام ده كله، مع ان الموضوع ده ما بيفرقش تماما اصلا. ممكن تعمل اي حاجه، والاحسن لعيشتك واللايف ستايل بتاعك هو احسن حاجه. يعني انا عن نفسي مثلا ما بفطرش اصلا. فالتوقيت ده اخر حاجه تركز عليها اصلا. المفروض التركيز الاول هو الكالوريز والماكروز. اخر حاجه بقى خالص، ودي اللي الناس اصلا مكبراها برضه اكتر واكتر، هي السبلمنتس اللي هو المكملات. لازم اخد 15,000 مكمل. اي حد مثلا بيجينا لسه بادئ لازم اخد 50 مكمل ويخلص فلوسه كلها عليها. لازم مثلا واي، لازم الكلام ده كله، مع ان الكلام ده كله اصلا اخر حاجه خالص تفكر فيها من ناحيه النيوتريشن. فانت ادي الاولويه للاثنين ثلاثه اللي هم هنا في البوتوم اوف ذا بيراميد اللي هم تحت. هتعمل دول هتلاقي نفسك وصلت لنتائج 99% اصلا ما يقدروش يوصلوها. انما لو كل طاقتك رايحه هنا هتلاقي نفسك مش عارف توصل لحاجه. فهو في الاول وفي الاخر هي برايورتي. النيوتريشن بيراميد هو كله مهم، بس هنا 90% هنا 10% هنا. نيجي لنهايه الفيديو. يعني دي فكره النيوتريشن بيراميد باختصار، اللي هو انت تركز على اللي تحت ده البرايورتي او الثلاث حاجات، واللي فوق ما تركزش عليه قوي الا لو انت ادفانسد قوي، ساعتها ممكن تركز عليه، بس مش ده اللي هيديك الريزلتس. وفي الاخر يعني ادي الاولويه للكالوريز والماكروز والمايكروز، هم دول اللي هيوصلوك فعلا. بعد كده لازم بقى تدي، هنتكلم في الفيديوهات الجايه مثلا ازاي تعمل تراكنج للكالوريز بتفصيل اكتر، ازاي الماكروز مثلا تقدر تحسبها احسن، ازاي ايه احسن ماكروز، ايه احسن ماكرو سبليت كان انت تقسمها كنسب، المايكروز برضو ازاي تدخلها بسهوله. كل الكلام ده هنتكلم عليه في الفيديوهات الجايه. شكرا.